سلام صحبتي الأعزاء، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. في الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم مشترياتي الثانيين من التخفيضات ديال شهر واحد، ولا دابا حنا راه قريبين على شهر جوج. بالنسبه للبنات اللي كتسولوني على الوقت ديال التخفيضات، راه كيبقاو حتى الاخر ديال شهر 3. بالحق في الاخر ديال شهر 3 ما كيبقى والو، يعني نورمالمون الا بغيتي تشري شي حاجه شريو فهاد شهر جوج هذا. حقا في شهر 3 ما كيبقاش زعما صراحه كيجبدوا بزاف ديال الحاجات زوينين. مهم، اليوم غنشارك معكم مشترياتي الثانيين من هاد التخفيضات هادو، وغنشارك معكم حاجات اللي توصلت بهم مؤخرا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وما تنساوش ديروا لايك الا كيعجبكم المحتوى ديال القناه ديالي باش تشجعوني باش نحط لكم فيديوهات اكثر واكثر ان شاء الله. وبغيت نقول البنات اللي جدادات في القناه مرحبا والف مرحبا بكم. البنات اللي معنا من ديما في القناه عافاكم، فعلوا الجرس، واخا تكونوا فاعلين وحيدوه وعاودوا فعلوه، لانه مؤخرا البنات كاع اللي متشاركين كيجيو كيقولوا لي عواطف ما بقاش كتوصلونا يعني النوتيفيكاسيون ديال الفيديوهات ديالك اللي كتحطي. لهذا عافاكم عاودوا فعلوه باش يكما يوتيوب فيه شي مشكل ولا شي حاجه. وكما قلت لكم ما تنساوش لايك، كيفرحني بزاف بزاف ملي كنلقى بزاف ديال اللايكات، لاني كنحس بكم عاجبين، يعني كيعجبكم المحتوى ديالي وكيشجعني نزيد دائما ندير لكم بزاف ديال الفيديوهات. اول حاجه غادي نوريها لكم البنات هما المنتجات اللي توصلت بهم، عاد باش ندوزو للملابس، لانه المنتجات صراحه توصلت بحاجه قلالين، لهذا علاش لا نبداو بهم هما الاولين. غادي نوريكم واحد جوج منتجات سولتوني عليهم فواحد الروتين ولا فلوغ نشاركته معكم، وقلت لكم ملي كنستعملهم من دانيا. هادو واحد جوج منتجات اللي توصلت بهم من عند هاد الماركه هادي اللي سميتها مير ريبوتيكا، عندهم الكتالوج بالعربيه بالسبلونيه وكنظن بلغات اخرين. بالحق انا نقول لكم انه كاين حتى بالعربيه، الا خديتهم عندهم شي حاجه كنظن غيصيفطوا لكم حتى نتوما. كانوا صيفطوا لي شحال مره لي برودوي ديالهم صراحه عجبوني، لهذا هاد المره خديت من عندهم حتى هاد جوج منتجات هادو اللي هي الكريمه وجيل جيل دوش، صيفطوهم ليا باش نجربهم دانيا. بصراحة عجبوني، راني استعملتهم لكن ما شفتو، كنت كنستعملهم ليها قبل داك الفيديو وغنستعملتهم لها داك النهار اللي سجلت الفيديو، كنت كنستعملهم ليها. بالنسبة للكريمة هذه كريمة خاصة ديروها ليها البشرة البنات ولا الوليدات الصغارين، صراحة داني عندها البشرة الناشفة. البنات اللي تسولتوني قلتوا لي هذه الكريمة لاش كطلق، هذه الكريمة مرطبة تقدر ديريها لأي يعني أي وليدات، واخا يعني ما تكونش البشرة ديالهم ناشفة كترطب وكتهيدراتي البشرة ديالهم. وأنا داني أصلا عندها هذا المشكل ديال أنه البشرة ديالها كلها يعني البشرة ديالها والجسم ديالها ناشف، لهذا كنبغي نستعملها منتجات يعني خاصه. كنحاول نتفادى داك المنتجات ديال يعني اللي فيهم بزاف سيليكون وفيهم بزاف بارابين وداكشي، كنحاول نتفاداهم، لهذا هادو خاليين من هذوك المواد الضاره للوليدات الصغار. والكريم كنديرها لها في الصباح وبالليل، وصراحه البشره ديالها حسيت بها تبدلات، لانه مؤخرا بدات كتشقق لها شويه من هنا، لانه عندها البشره كما قلت لكم ناشفه بزاف. وملي بديت كنستعمل هاد الكريمه ما عرفتش غير بالكم مابقاش فيها يعني رصات هنايا، ملي بديت كنستعملها ليها صراحه لاحظت الفرق، عجبتني بزاف بزاف، لهذا سولتوني عليها وقلت علاش لا غنوريها لكم عاوتاني في الفيديو تشوفوها عن قرب. مهم كريمة راه دايره بحال هكا، راني وريتها لكم. او جيل دوش حتى هو داير بحال هكا، جيل دوش هو البنات عجبني، يعني بالنسبه للبنات سولتوني واش عجبوني هاد المنتجات من بعد ما جربتهم بزاف د المرات، سي زوينين كيف ما قلت لكم. واكثر حاجه اللي كتعجبني في ريبوتيكا انهم ما كيتعاملوش نهائيا في المنتجات الضاره، حتى الشامبو اللي كانوا صيفطوا لي انا والكريمه ساليت الشامبو، ان شاء الله غندير لكم فيديو خاص لانه صراحه النتيجه كانت واو، عرفتي توب 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 البنات. المهم خلاصه خليونا دابا فيديو دانيا. بالنسبه للبنات سولتوني واش عجبوني المنتجات واش ننصحكم بهم، سي كنصحكم بهم، واصلا الاثمنه ديالهم يعني مناسبه مقارنه مع المنتجات اللي كناخذو في الفارماسيا، يعني عندنا بان حنا كناخذو راه ماركه معروفه مشهوره وداكشي، ولكن ما خالياش من بزاف ديال المواد اللي هما يكونوا ضارين للوليدات الصغار. لهذا من روبوتيكا عندهم منتجات زوينين وخاليين من دوك المواد الخايبين اللي نخافوا على وليداتنا منهم، لهذا انا كنصحكم بهاد المنتجات. بالنسبه بعد البنتي عجبوني، وديك الساعه كل واحد زعما يشوف لي يسلكو. بالحق انا جاوبت على البنات اللي سولتوني واش عجبوني، سي عجبوني بزاف، واكيد غنساليو ليها ونعاود نشريهم لها ان شاء الله. وكنظن غنشري لها حتى الشامبو ديالهم باش نجربو ليها في شعرها كي غادي يجي معاها، ولا عجبني غنبقى ناخذ ليها لاغام كامله ديال هاد المنتجات ديال ريبوتيكا. وبالنسبه لهادو غنخلي لكم في لاباغ دانفو ليان ديالهم، الا بغيتو تشوفو زعما الاثمنه ديالهم وتشوفو كلشي، يعني دخلوا كاع الكتالوج ديالهم شوفو داكشي يعني عندهم. تقدر تاخذ اللي توصلت بها البنات هو هاد البرومه هادي ولا هاد سبراي كوربورال اللي توصلت به من عند لامارك ايكيفالينسا، هو هذا. انا خديت البنات ديال العنبر، عندهم بزاف ديال زعما كاين ديال العنبر كاين ديال ماشي نكهه ديال روايح اخرين، يعني على حسب داكشي اللي بغا كل واحد. توصلت به دابا جوج سيمانات، ونهار فاش توصلت به رشيت بها البنات، وتخيلوا الريحه ديالها بقات فيا يعني تقريبا 24 ساعه، وبدات غادي وكتبرد بالحق بقات. الغدي بقيت كنشوف حوايجي وكنقول هاد الريحه يعني ماشي من لي بارفا اللي عندي. بالحق ملي نتفكر دونا نتفكر اني رشيت هذه، يعني بقات كغدي وكتبرد كتبرد، بقات واحد الريحه فريش. اللي عجبني فيها هو انه كتبقى مده طويله في الحوايج، ولكن ملي كتبرد كتبقى فريش، يعني اللي شمها كتحسي بواحد الفريس كوره. بالنسبه للبنات كيعجبكم الستيل هذا ديال الروايح، ما كتبغوش يعني لي بارفان ثقالين وداكشي، وكتبغيو الريحه تكون زوينه وتكون فريش، كنصحكم بهادو صراحه انا عجباتني بزاف بزاف بزاف.
اثمنه ديالهم جد مناسبه يعني ماشي غاليه، ما كنظنش توصل 10 اورو ولا 10 اورو شي حاجه، ما غاليينش بزاف. وفيهم كيف ما غتشوفوا 250 مل، يعني راه فيهم واحد الكميه مناسبه. نتوما كما كتشوفوا راه تقدروا تشربوا منهم العام، يقدروا يديكم العام كامل. صراحه عجبوني بزاف بزاف، وكما قلت لكم كيدوموا طويل، تقدروا ترشوه مورا الدوش على الجسم ديالكم، تقدروا ترشوه حتى فوق الحوايج ديالكم، ما كاين حتى شي مشكل. مثلا انا كيعجبني عاوتاني بحال هذا الشكل، كنرشوه فوق الكامه، فوق ناموسيه كنبغي نعس، ولا ملي كنبدل الصابانات ديال الناموسيه كنرشهم، ولا في الماريو ديالي. المهم كيحمقوني انا بحال هاد سميتهم هاد السبرايس، هادو كوربوراليس كيحمقوني، ديما كنت كناخذ منهم. وعجبني بزاف هذا ديال ايكيفالينسا، هذه واحد الماركه اللي بحال اول مره زعما صيفطوا لي شي منتج من عندهم، وعجبني بزاف لهذا كنصحكم به. وتا هو البنات غنخلي لكم اللين ديالو في لاباغ دانفو كيف ما قلت لكم، باش تدخلوا تشوفوا اشنو هما الروايح اللي عندهم. يعني تقدر نتوما كيعجبكم شريحه الانبار تشوفوا شي حاجه اخرى اللي كتعجبكم نتوما. حاجه اخرى البنات اللي توصلت بها وماشي اول مره كنتوصل بها اللي لاحظتوها، يعني لانه هذا المنتج عندي المفضل كيف ما قلت لكم. انا ماشي من النوع اللي كنقبل جميع المنتجات اللي كيقترحوا عليا جميع الماركات، كان زعما كنقبل المنتجات اللي انا عارفه راسي غيعجبوني، ولا ديك الماركه عارفه راسي غنمشي انا نخسر، ولا نجي نخسر فلوسي باش نشري من عندهم. يعني تقدر تصيفط لي شي ماركه فايت لي جربت من عندهم والماكياج ولا المنتج ديالهم ما عجبانيش، ما غاديش ندور بهم، ما غاديش نشد من عندهم، ولو يصيفطوا لي داكشي غراتيس لحقاش نعرف راسك شي ما عجبنيش وما غاديش يعجبكم حتى نتوما، لهذا ما غاديش نقبل. ولكن ملي شي ماركه كتبغي تصيفط لي شي حاجه كادو وانا عارفه راسي غنمشي نشري ديك الحاجه، علاش لا، كناخذها وكننصحكم بها، لانني انا اصلا غادي نشريها بفلوسي، علاش؟ لهذا كنبغي نشارك معكم هاد المنتجات اللي كنتوصل بهم. كيف ما قلت لكم توصلت بهذا، لهذا ماشي اول مره غادي نوصل به من عندهم، هذه يمكن ثالث مره. صراحه هاد الكونسيلر شي حاجه طوب طوب طوب، كيستعملوه بزاف ديال الناس زعما اللي هما ميكوب ارتست وداكشي، زعما ملي كديري كيبقى بلاصتو، هو كما كتشوفوا مكتوب هنايا زعما كيبقى فيكس 24 ساعه. حاجه وحده انا ضدها في هذا المنتج هو انه ديال الجاج، يعني خصكم تردوا معاه البال، اما الباقي توب توب توب. كيحبقني الصراحه البنات هذا الكونسيلر هذا، هانتوما كيجي بحال هكا، التغطيه ديالو غادي تقول لي عواطف غالي ولا يعني غالي، ولكن راه تدي مده طويله، تقدر تاخذي واحد ب 8 اورو ويديك مثلا الا كنتي كتستعمليه يوميا شهر، هذا غادي يديك كثر، لانه غير بشويه كتقدري تغطي بزاف. هانتوما شوف هاد شويه شحال درت هاد السواتش كاملين، واحد اخر ما تقدريش ديري هاد السواتش كاملين، يعني شي حاجه اللي هي كنصحكم بها 100%. الا كنتو باغين شي كونسيلر يكون ماركه زوينه المناسبات ولا هذا، كنصحكم به لان التغطيه ديالو رائعه. حتى هو غنخلي لكم في لاباغ دافو، الا بغيتو تشوفوه ولا تشوفوا الثمن ديالو، الا بغيتو تاخذوه اونلاين بالنسبه للناس اللي ما عندكمش ماك في والحاجه الاخرى البنات اللي توصلت بها هذه السيمانه من عند هاد لامارك هادي اللي اسميتها جوكاس، كيبيعوا هادشي ديال الفونداس، كيحمقوا البنات، كيحمقوا عندهم واحد الفونداس زعما طوب طوب طوب، عرفتوا؟ وشوفوا لي ديتاي كيفاش زعما كيصيفطوا داكشي كلشي، صيفطوا لي هنايا بلا بغيتوا الانستغرام ديالهم ولا اللين ديالهم نخلي لكم في لاباغ دانفو. يعني عندهم داكشي طوب، عرفتي كيحمق؟ شوفوا الفونداس كيجيو في هاد البوشيطه ديالهم هادو، صيفطوا لي هادو التليفون ديالي، كتقدروا ديرهم بالاسم ديالكم ولا السميه اللي بغيتوا تكتبوا هنايا نتوما. انا كتبوا لي هنا الاسم ديالي عواطف، عواطف هنا هذا درت فيه الا، وهذه اختارتها تكون هكا زعما ترانسبارينتي، ويكون في هاد القليبات بحال هكا. لا مارك هي هذه كيف ما قلت لكم جوكاس، انا نخلي لكم في لاباغ دانفو اللين ديالهم. كيجاوكم انا حمقاتني هذه جاتني طوب بحال هكا، المهم ندير فون الا كانت شي مناسبه، وهذه نهار على نهار كيجاوكم الا هي عجبتكم كثر. كما قلت لكم بديروهم كادو شي صاحبتكم ولا اصدقائكم ولا شي حد من العائله، صراحه كيجيو زعما يعني مقادين ومصاوب داكشي. وحاجه اخرى نيت اللي صيفطوا ليا هما نيت، وهي هاد لاجوندا، جاوني جوج فيهم دقه، يعني هادشي كامل دقه وحده، هي هاد لاجوندا اللي هي بالاسم ديالي اللي كتقدر تشدوها بهاد لاستيك من هنايا بحال هكا، وكتجي بالستيلو ديالها وكتجي عاديه من الداخل. اللي فيها زعما سبيسيال هو انها جات بالسميه ديالي وهاد الا، وكتجي هنا اسم المارك ديالهم. صراحه كيديروا هادشي غزال، عندهم داكشي زعما طوب طوب طوب، عندهم شي يعني عندهم بزاف ديال النوع ديال هاد الفوندات، اللي بغيتو زعما ديروا شي حاجه الديكور اللي بغيتو بالطريقه اللي بغيتو قولوها لهم، هما غيصاوبوا لكم داكشي. كيف ما قلت لكم نخلي لكم اللين ديالهم في لاباغ دانفو، ولا بغيتو تدخلوا عندهم انستغرام ولا اللين ديريك تشوفوا بشحال كيبيعوهم، ولا بغيتو تاخذوا عندهم شي حاجه. ودابا غادي نبداو بالحوايج. اول حاجه غنبدا بهاد الحاجه وحده اللي عندي اكسسوار، هو هاد الخاتم هذا اللي صراحه متوصلت بيه، قلت خصني ضروري نشاركو معكم لحقاش عارفه دابا حنا على ابواب المناسبات الاعراس وداكشي، ولهذا انا خديته انا اصلا على حساب المناسبات. الصراحه كنت قلت غيكون زويون، ولكن عجبني اكثر من داكشي اللي كنت كنتظر. هاد الخاتم البنات وصلت به من عند ميسكوتي، الصراحه اول مره ناخذ من عندهم شي حاجه ديال، يعني ناخذ انا اللي نختار شي حاجه ديال لي زاكسسوار، واختاريت هاد الخاتم وحمقني الكاليتي ديالو،
هانتوما شوفوا شحال كيبري، عرفتي غزال البنات، غزال 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 كيجي، يعني تقدروا كيجي كاع القياسات. انا يوم لحقاش داير خاتم اخر بلاتي نديرو هنا، شفتوا يعني كيجي جميع القياسات، تقدروا تفتحوه بحال هكا. صراحه غزال البنات هذا الخاتم، تقدروا ديروا غير هو وديروا معاه شي براسلي بهذا، يعني بيكون سامبل ويكون فيه شي حاجه خفيفه، المهم على حسب كل واحد الذوق ديالو. زوين كيحمق، انا عجبني الخاتم، وفي هاد العيبات هادو كيتحركوا هادو شفتوا. المهم غزال كي جاكم نتوما تعجبكم، انا حمقني وقلت نشارك معكم باش لابد تاخذوا ولا شي حاجه من عندهم. وحاجه اخرى اللي خديت، لي انا ديما كنصحكم بها من عندهم، انا سي الحوايج ديالهم كاين اللي عجبني وكاين اللي ما عجبنيش، كاين اللي عجبني طوب طوب وكاين اللي شويه، اما زعما كلهم حوايجهم ما بيهم. بالحق اللي كيصدموني هي البليزر ديالهم بالضبط، خديت من عندهم المره اللي فاتت الخضراء وعجبتني، وانا قلتها لكم قلت لكم الكاليتي واعره، وعاود خديتها بالاحمر، يعني الفصاله ديالها زوينه، كتجي طويله، كتجي ستيل شويه زعما كيجي بحال هكا، ما كيجيش ايفازي، كتجي في اللبسه كتحمق ان شاء الله. الا بغيتو غنشارك معكم ان شاء الله اللوك بوك ديال الفصل الرابع، ان شاء الله ندير لكم شي لوك بوك، يعني تنسيقات لهذا، ديروا لي بزاف ديال لايكات، شجعوني شجعوني باش ندير لكم فيديو في اقرب فرصه. كما قلت لكم البنات عجبتني البلايزر الخضراء، وخديتها حتى بهذا اللون لان عنده هذا الحمامر، هذا جا بحال كرونه، ولكن هو ماشي كرونه، حمر مغلوق، حمقاتني، يعني كتجي سامبل وفي نفس الوقت زوينه، كتجي بهذه الطريقه كيف ما قلت لكم، كتجي فيها هذه الضيفه اللي بغيتو تسدوها في الداخل شفتوا. وانا خديت الال، يعني انا نخلي لكم اللين ديالها وديال الخاتم، لو بغيتو تدخلوا تشوفوهم من عندهم. هادو حاجات اللي كنصحكم بهم خصوصا البلايزر البنات، كنصحكم بهم عينيكم مغلوقين، لانهم يعني هما دابا دايرين تخفيضات، يمكن كانت دايره كدا 40 كدا 50 يمكن، داروا لها دابا كدا 20 اورو، وبحالها يعني كيكونوا في زارا والمحلات الاخرين ما كيخفضوش منهم، كيكونوا شويه غاليين، كاليتي توب والثمن حتى هو زوين. غنبدا اول حاجه خديتها البنات هو من ستراديفاريوس، خديت هاد التريكو هذا، مشيت زعما بغيت نشوف كما القصره ولدك ستيل اللي قلت لكم كيعجبني، ساعه ما لقيتش بزاف وما كنلقاش الطايه ديالي، ما عرفتش علاش بصراحه. هاد المره مشيتش بزاف ديال المرات كما كندير دائما، زعما كنمشي مثلا نقدر نمشي ثلاثه المرات في السيمانه، جوج مرات في السيمانه، هاد المرات لا ما كنمشيش بزاف، لهذا لقيت هذا اللي عجبني بزاف بزاف، كيجي بحال هكا. واللي عجبني فيه هو انه داخل فيه هاد اللون هذا، اللي منه عندي واحد الشال من الكوليكسيون ديال دانيا شوب جديده، كما ما عرفتش قلت لكم اني دخلت كوليكسيون جديده ديال دانيا شوب، يعني الوان جديده وحجم كبير ديال المسلين، اللي هذا كنتو مهتمين نخلي لكم الانستغرام، نخلي لكم في لاباغ دافو ديال دانيا شوب، راه ديما كنخلي لكم اي حاجه، هضروا معايا في البريفي في دانيا شوب وغادي نجاوبكم. وكما قلت لكم دخلنا كوليكسيون جديده واللي داخل فيها هاد اللون، لهذا ملي شفت هاد التريكو هذا صراحه يا ما زعما عجبني، شفتو اتيراني ضروري خصني ناخذو باش نديرو مع هذاك الشال، واصلا هذا اللون دارج بزاف وبقوه على الموضه، كما شريت المره خديت السروال، خديت واحد التريكو بيرسكا بنفس اللون، لانه كما قلت لكم دارج بزاف على الموضه، لهذا لما كانش عندكم شي حاجه في هذا اللون مثلا تقدروا تاخذوا هذا وتلصقوا مع حاجه اخرين، وهانتوما غاديين على الموضه. وهذا البنات كما قلت لكم كتشوفوه كيجي ترواكار، كيجي اوفر سايز ولكن قصير، انا غنلبسو مع سروال كحل واسع اللي غادي تشوفوه دابا، وغنلبسو مع جيلي كحل، صراحه كيجي غزال، والثمن ديالو البنات كان داير 16 اورو وخديته ب 6 اورو، يعني 10 قل الهميزه. حاجه اخرى البنات اللي خديت هو هذا السروال اللي مشيت بدلته، راني وريت لكم المره اللي فاتت وبغيت نهضر لكم نيت على هذا المحل، هذا المحل البنات اللي خديت منه هذا السروال اسمه 50 فاكتوري، هو هذا هاد 50 فاكتوري البنات، تلقاو فيه هميزات ديال المعقول، ديال بصح ديال بصح ديال بصح، يعني قلبوا في الجوجل كتبوا 50 فاكتوري باش تعرفوا واش كاين في شي مدينه قريبه لكم ولا في مدينتكم، كيجيبوا ماركات عالميه باثمنه رخيصه، ديما كنقول لكم في ليسولد فاش كنمشي عندهم، هما اصلا ديما داك المحل عندهم مفتوح وديما عندهم اثمنه خياليه، ولكن في ليسولد كيزيدوا زعما يرخصوا اكثر، عندهم كورتيفيال، عندهم ميلانو، يعني هاد لي مارك هادو عندهم وومان سيكريت، خصوصا يعني حاجه ديال وومان سيكريت كيكون عندهم زعما باثمنه مناسبه، عندهم بيجامات، ملابس داخليه، يعني صراحه توب توب. هاد المره انا خديت من عندهم هاد السروال هذا اللي هو من لا مارك ميلانو، انا مش كنقول لكم راه عندهم هميزه ديال بصح، لانه كان داير 50 اورو خديته ب 10 اورو، واخا انا مكتوبه 12.99 خديته ب 10 اورو، لاني بدلت هذاك اللي كان عندي وخلاوه ليا بنفس الثمن ديال الاخر، لانه نفس السروال، كنت خديت ال وجاتني ال صغيره وخديت الاكس ال، ماشي جاتني صغيره جاني مزير، خديت الاكس ال باش يجيني واسع، الكاليتي واعره البنات، يعني كيجي في اللبسه كيحمق زوين، وكما قلت لكم التوب ديالهم داك التوب اللي ما كيموتش زعما زعما تيضرب معاك اعوام واعوام، زعما طوب طوب عجبني بزاف. ولهذا كما قلت لكم 50 فاكتوري عندهم ميزات بحال هذه اللي غنوريكم دابا مثلا، ودزت الجهه ديال وومان سيكريت باش نشوف البيجامات، صراحه انا ماشي زعما غير بغيت نشوف، ما مهتماش بالبيجامات لانهم عندي ما مهتماش زعما نشري، حقاش اصلا كنت شريت عندهم واحد المره وريتكم هو الخاص بالبيجامات شنو عندهم بزاف، ولكن قلت غنمشي نشوف ياك ما لقاش هميزه ديال بصح. المهم بان لي هاد التريكو هذا عجبني، كيجي قطن
كما كتشوفوا هادو حاطين وجهي البيجامات بالحق انا غنلبسو للخروج الا كان 3 كار ما قيسوش نشوف كيجيني على حساب يديا. الحق اللي عجبني هو انه اوفر سايز نقدر نلبسو مثلا مع هاد السروال الكحلي وريتكم وشي موكاسان ويجي اللبسه سامبل وزوينه على حساب نهار على نهار وسخيخن بالنسبه لهذا الربيع هذا مثلا اللي غندخلوا عليه ما يحتاجش تلبسو فوق شي حاجه. ودايرين البنات هذا كما قلت لكم كان داير 22 فاصله شي حاجه وخديته ب 6 اورو. كانوا عندهم بيجامات مثلا بحال هذه كتجي بحال هكا نصكم مكتوبه فيها بونبون وكيجي معاها الشورت ديالها اللي كيجي سامبل وكيجي فيه بحال اللي قلتي الانكاخي من هنايا. وكاينه هذه هي بنفس الشورت ولكن بحال هكا كما كتشوفوا كتجي بحال هكا وفيها بحال هذا حبل ملوك وهي دايره هكا. وها نتوما البنات هادو كانوا دايرين 22 فاصله شي حاجه حتى هما داروا لهم 6 اورو يعني بيجامه ب 6 اورو ب 6 اورو هذا ب 6 اورو يعني هما اصلا دايرين فيهم تخفيض ولكن دايرين واحد بروموسيون اخرى اللي هي 3 في 2 يعني كتخلصي 2 وكتدي 3. مثلا دابا انا خلصت البيجامات وخديت هذا فابور انا في الوقت باغي نهزي البيجامات ومنين شفت كاين هذا البروموسيون هزيت هذا يعني ديت هذا فابور. لهذا كنت باغي البيجامات مثلا تقدروا تهزوا 3 البيجامات تخلصوا 2. عندهم بيجامه ديال البرد عندهم الملابس الداخليه عندهم بنطوفات المهم تقدروا تلقاو عندهم داكشي كاع اللي كتبغيو باثمنه مناسبه. لهذا هذا واحد المحل اللي كنصحكم به. ومن اتش ان ام البنات كنت خديت واحد المره واحد القميجه ولكن ما وريتهاش لكم زعما في الفيديو هول وريتها لكم غير في واحد الفلوغ ولكن بقات بلاصتها ما لبستهاش وهذه ما في التخفيضات بانت ليا وقلت علاش لا غنوري لكم حتى دابا بالنسبه للبنات اللي كنتو مهتمين بهذا الستيل. القميجه البنات كتجي بحال هكا يعني ماشي طويله بزاف محدوده ديال الطول ديالها زعما محدود ماشي طويله بزاف. بالحق انا بغيت نيت كما قلت لكم مع السراول الواسعين بحال ستيل الكحلي وريتكم عجبتني بزاف وخديتها على حساب الصيف لانه في الصيف شي مرات ما كنلقاش صراحه داكشي اللي بغيت كيكون داكشي يا اما مقزب يا اما كيبين بزاف يا اما المهم عمري كنلقى صراحه داكشي اللي بغيت في الصيف. لهذا كناخذ دائما هاد الوقت هادي حوايج الصيف وكان دايره 20 اورو خديتها ب 10 اورو والستيل ديالها زوين وسامبل وبارده بالنسبه كما قلت لكم هذا الربيع هذا ولا الصيف. كما قلت لكم لو بغيت ندير لكم لوك بوك خاص بالربيع ديروا بزاف ديال لايكات باش تشجعوني ونكثر لكم فيديوهات ان شاء الله. او بلات منين دزت الكاريفور هاد الايامات هادي دزنا باش نتقداو شي حاجه بانوا لي انهم دايرين تخفيضات في الحوايج. صراحه ما كنمشيش ديما لجهه الحوايج وهاد المره مش دايرين تخفيضات قلت علاش لا نمشي نضرب واحد الطليله خصوصا في الحويجات ديال وليدات الصغار. وانا نشوف انه هاد البيجامه دايرين لها تخفيضات اللي بانت ليا ما شنو قالت هنا هاد البيجامه بانت ليا صراحه البنات سخيخنا هذا راه كتجي بحال قلتي على شكل كسوه مع ليغينز ديالها يعني كتجي طويله ماشي زعما تريكو كتجي بحال هاد ليغينز هذا وكيعجبوني هاد كتشوف فيه هنا لوب سخيخنا بزاف وكنديرها 15 اورو هذه في الكوليكسيون ديال نافيدال ها نتوما ودابا داروا ليها 6 اورو صراحه عجبني الثمن ديالها وخديتها لدانيا وخديت لها داكسي وهذه حتى هي اللي بانت ليها ميزه غير شفتها نطح ليا بالي غنسقى لها بشي جيلي ديال الشعر نقدر ندير لها شي سميطه لحقاش غتجي شويه واسعه من هنا مع داني شويه ضعيفه غنجمع لها شي سميطه من هنايا وغنلبسها لها مع الليبه تكون بالبيج وصافي شي صبيبات ولا ليبوط على حسب شنو ديك الساعه منين نلبسها نشوف يعني غير شفتها طاح ليا التنسيق في البال قلت هذه غادي ناخذها لها. وصراحه الثمن ديالها ما كانش غالي كان دايره 5 اورو يعني باش خديتها وهي كانت دايره 17 اورو ثمن هميزه ديال بصح الكاليتي ديالها ما عندي ما نقول عليها زوينه. وشفت هذا حتى هو عجبني لانه نقدر نلبسو لها مع واحد الكويره عندها وسروال كحل دابا ملي غيمشي هذا البرد هذا اللي كيكون قاصح ولا نلبسها لها مع جين ولا مع سروال ابيض المهم يجيها مع بزاف ديال الحوايج. هذا اللون هذا اصلا كيعجبني كيجي مع كلشي كما كتشوفوا كيجي واحد الخيط اللي هو رقيق كيجيو فيه الفريفرات هما اللي دايرينو سبيسيال وهذا التاج هذا صراحه غزيول والكاليتي ديالو عندهم زوينه صراحه الكاليتي واخا ما كناخذش من عندهم دائما بالحق هذه المره عجبني هادشي اللي عندهم. والثمن ديالهم البنات كان داير 13 اورو خديته ب 6 اورو زعما الثمن مناسب وكيف ما قلت لكم هذا اللون هذا كيجي مع بزاف ديال الحويجات نقدر نلبسهم ليها. البنات دابا غادي نوريكم واحد السراول اللي خديت من بيرسكا كيف ما عقلتوا المره اللي فاتت وريتكم سروال الكحل اللي كنت خديت يعني اللي كيجيو طالعين ديال موم جينز كما قلت لكم كانوا بحال باش نلقى هذا الستيل هذا يا ما يلقاهم واسعين يجوني بحال الخنشه يا ما كنلقاهم مزيرين عليا بزاف. وانا كيعجبني هذا الستيل هذا لانه زوين ما كيبينش تفاصيل الجسم وفي نفس الوقت كيجي مودرن وباقي ما عرفتش كيعطي واحد اللوك شبابي انا كيعجبني صراحه هذا الستيل هذا. انا في الحجاب ديالي كان زعما كنقول ما خصنيش تلبس ملابس اللي ما يبينوش التفاصيل ديال الجسم ديالي وصافي يعني كنحاول على هذا الشيء. يقدر الناس يقولوا مثلا هذا ماشي حجاب شرعي ولكن انا كنديرو كسترة وشويه بشويه ان شاء الله ربي تهدينا. المهم انا السروال انا فاش كنلبسو كنحاول نلبسو مع شي ستيل ما كيبين ليش التفاصيل ديال الجسم ديالي وصافي. كيف ما قلت لكم هادو اللي كنتو مهتمين راه كاين بيرسكا كنت وريتكم بالكحل ملي قيستو حمقني وانا نمشي اونلاين لانه هنا في سنتر كوميرسيال اللي قريب ليا سدو بيرسكا ما كايناش خصني نمشي لواحد بعيد. لهذا دخلت اونلاين وخديت هذا اللون وخديت هذا اللون غايجيكم كيتشابهوا ولكن هذا مع الصابون غيفتح وهذا مع غادي يبقى كنظن هكا. لهذا قلت ماشي مشكل غنبقى بهم بجوج بهم
كما كتشوفوا كيجي كما قلت لكم ستيل ديالهم واسع. انا بهذا السروال هذا راه غادي تلقاوني درت به واحد التصويره في الانستغرام، غتلقاوني مصوره نيت مع هذا التريكو هذا. خديتهم كما قلت لكم اونلاين اونلاين وصلت 40 اورو بيرسكا، ما كتخلصيش يعني المصيفطه، ومع باش ما نخلصش المصيفطه لانها كانت 4 اورو كانت خاصني يعني شي سنتيمات قليلين باش ما نخلصش المصيفطه. وانا نقلب ليك ما لقاش نضادر ولا شي حاجه ناخذها، ما احسن ناخذ شي حاجه لاني نخلص زعما نخلص المصيفطه. وانا نلقى هاد التريكو هذا داير ليه 2 اورو اورو فاصله 99، قلت غادي ناخذو ولا ما عجبنيش نلبسو غير في الدار. بصراحه عجبني هو نيت باش درت هاد التنسيق مع هاد السروال هذا ومع قميجه ديال جين جاك كيحمق ومع الزيف اللي داخل كوليكسيون جديده ديال دانيا شوب. لهذا كما قلت لكم راه باش تشوفوا كي كيجي ملبوس لا كنتو مهتمين، راه خليت لكم الصوره في الانستغرام تلقاوها زعما في الفوق، ما تلقاوهاش زعما حتى لكم البنات تلقاو الصوره حتى غير مؤخرا في الانستغرام. لو بغيتي تديو واحد الفكره كيفاش كيجيو هاد السراول زعما ملبوسين شحال وانا كنقلب عليهم واخيرا لقيتهم. لهذا خديت فهاد جوج الالوان وخديت في الكحل باش صافي نتهنى من هاد النقطه هذه، لان الصراحه شي مرات تيكون عندنا شي ستيل في بالنا ديال السراول ولا ديال التريكوات صعيب باش تلقايهم. لهذا لقيتهم غير خذوا جميع الالوان اللي كنتو تقدروا. وصافي صحباتي العزاز هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم، كنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه. ما تنساوش تضغطوا على زر لايك باش تدعموني باش نزيد ان شاء الله في هذا المحتوى هذا. بوسه كبيره كنبغيكم بزاف بزاف وحتى الفيديو ما يجي ان شاء الله. باي باي عليكم.